بشرى نعيمي، انت من بيوغرا من واحد ديال اكادير مستقره تما ياك؟ تبارك الله عليك. فشنو مجد المستمعات اليوم في الاقتراحات؟ اول اقتراح عندنا كرواسون مالحه بالجبن. يلا توكلوا على الله. المقادير غادي نبداو ب 500 غرام ديال الطحين الفورس، معلقه كبيره ديال الخميره، غير بالنسبه للمعلقه كبيرة ممكن على حسب الجو، ممكن نقصوا الا كان الحل سخون. اييه. عندنا خماره، شويه ديال الملح، معلقه ديال السكر، عندنا ابيض بيضه وشويه ديال الزعتر. إيه. ونص علبه ديال ياغورت طبيعي. اذا هذا الياغورت الطبيعي وهذيك اصفر بيضاء تنقسموه على جوج، نص كنديروه في العجين والنص كنخليوه مع داك اصفر البيض باش كندهنوا. اييه. عندنا 4 معالق ديال الزيت وجوج معالق ديال الزبده وجوج معالق ديال جوج معالق الزبده وجوج ديال الزيت مخلطين باش كنورقوا. واخا هادو التوراق. اييه. كندوزوا للحشو، عندنا جبن اولا فرماج مثلث اولا مربع اللي موجود. اييه. عندنا كاشير مقطع اولا لدان دشيمي اللي كاين. عندنا معلقه ديال الهريسه ومعلقه المطارد ومعلقه ديال المايونيز مخلطين. اييه. الدهن كناخذوا هذاك اللي داكشي اللي بقى لينا من الياغورت الطبيعي مع اصفر بيضه. اذا العجينه كنخلطوا، نعاود المقادير ولا واخا لو سمحتي يكون احسن؟ بالنسبه للعجين كنخلطوا 500 غرام ديال الطحين الفورس مع ديك المعلقه الكبيره ديال الخميره والخماره والملح. إيه. والمعلقه ديال السكر وابيض بيضه وشويه ديال الزعتر ونص علبه ديال الياغورت الطبيعي. اذا كنكملوا العجين بالماء دافي. اييه. وكنخليوا العجينه واحد شويه كترتاح. من بعد كنقسموها على 4 وكنت نشكلوا على شكل كويرات، كل وحده كنطلقوها بوحدها. إيه. يعني كنطلقوا دوك الكويرات بوحدهم، كناخذوا داك الخليط ديال الزيت والزبده، الزبده كتكون شويه مطلوقه الحراره ديال المطبخ، وكندهنوها، كنبسطوا الكويره الاولى وكندهنوها، وكنبسطوا الثانيه وكنعاودوا ندهنوها، والثالثه وكنعاودوا ندهنوها، الرابعه ما كندهنوهاش. إيه. دا من بعد كنخليوها ترتاح باش تعطينا الطوع شويه ملي كنطلقوها. كنطلقوها على شكل عجينه واحد الخبيزه كبيره كتكون، نحاولوا نورقوها شويه باش تكون شويه رقيقه، يكون السمك ديالها رقيق. إيه. من بعد كنبداو نقطعوها بالقطاعات البيتزا، حنا كتعطينا مثلثات، كنقسموها على جوج من بعد على 4، وحنا غاديين حنا كتعطينا مثلثات. المثلثات اللي كنديروا بهم دوك الكرواسون. إيه. اذا كناخذوا كل مثلث كندهنوه واحد شويه بداك الخليط ديال الهريسه والمطارد والمايونيز. وكنديروا فيها واحد شويه ديال الجبن اولا واحد نص فرماجه مثلثه ولا مربعه اختياري. ايه. وشويه ديال قطعه ديال الكاشير اولا جوج اولا لدان دشيمي اللي موجود، اذا ما كاين اختيار ممكن نزيدوا شويه ديال الزيت المقطع اولا الزعتر اولا اللي بغينا، هذا غير اختياري. وكنلفوها على شكل كرواسه وكنحطوها في الطاوه ديالنا. مني كنكملوهم كندهنوهم بداك الاصفر ديال البيضه اللي بقات لينا مخلطه مع داك النص ديال الياغورت الطبيعي، كنخليهم تقريبا واحد ربع ساعه كيرتاحوا. من بعد كنطيبوهم في الفران اللي كيكون سخون على درجه على 200 درجه بالصحه والراحه، راه كيجيو رائعين مالحين وكيجيو تبارك الله من خلال الصور ما شاء الله كيجيو زوينين، مختلفين شويه على الكرواسه اللي كناكلو. أيه. ديما حلوه. يعطيك الصحه. شي اقتراح اخر؟ اييه، عندنا طويصات ديال البطاطا، هادو. أيه. فكره سهله. اييه. وتزيد غير الوليدات العشاء اولا الوليدات يديوها معاهم هكا للمدرسه ولا. اذا كناخذوا 4 بطاطات كبار. اييه. جوج فرماجات مثلثين، عندنا واحد الياغورت طبيعي. مم. شويه تاع الملحه، كوزه محكوكه هذه اختياريه. اييه. عندنا 3 معالق ديال الزبده، شويه ديال الزعتر، الجبن محكوك حتى هو اختياري ولا جبن شرائح هذاك الا كاين. اذا كنسلقوا البطاطا مع شويه الملح، يا اما نسلقوها هكاك صاينه في الكوكوت دغيا باش كتسلق، اولا نقطعها مربعات ونسلقوها في كاسرونه عاديه. من بعد كنعسوها وهي سخونه مع دوك الفرماج والزبده والياغورت، وكنا نديروها في دوك الطويصات. يا اما مولات ديال الفرديين اولا دوك لي غامكان اللي تيكونوا ديال الطين، اولا ممكن نديرو حتى مول عائلي. اييه. اذا ممكن بالنسبه للفرماج الا كان موجود ممكن نديرو واحد شويه ونديرو عاود الفرماج ونعاودو نديرو البطاطا اللي خلطنا، وكنزينوها بالفوق من الفرماج يا اما محكوك يا اما شرائح، وكنرشو واحد شويه ديال الزعتر وكندخلوه من الفران تقريبا 10 دقائق وتيكونوا واجدين. اييه. سهلين وخفاف، وممكن نحطوهم مع اي حاجه كطبق متكامل. مع مرافقين. نعم. الحوت او شي حاجه الا كانت. اييه. اذا ناخذ اقتراح اخر. اييه تفضلي لاله بشرى. الله يبارك فيك. اذا عندنا واحد الفطيره كنسميوها الفطيره الملكيه. واخا. اذا بالنسبه للعجين، اذا غير هذا العجين اللي كنعطي راه هو المعتمد عندي في. أيه. في المعجنات كامل. جميع المعجنات المخبوزات مزيان. تيكون تيجي رطب وهشيش وبحال القطن. عندنا 300 غرام ديال الطحين، جوج معالق ديال الزيت، معلقه ديال الزبده،
ابيض بيضه الاصفر دائما كنخليوه للدهن. عندنا شويه ديال الملح، ملعقه ديال السكر، كاس ديال الحليب مع معلقه صغيره ديال الخميره وخماره. اذا بالنسبه للحشو عندنا دجاج مقطع تقريبا واحد 300 غرام ديال الدجاج مقطع او لا دندي اللي موجود. عندنا جوج بصلات حتى هما مقطعين، معلقه ديال المطرد وشويه ديال الملح والابزار وشويه ديال اليازير والزيت فاش غادي نشحروا. عندنا كذلك جوج بطاطات مقطعين مكعبات صغار ومقليين. التزيين كناخذوا اصفر هذيك الصفر البيضاء اللي بقى مع شويه ديال الجبن المحكوك والزنجلان. اذا الطريقه كنعجنوا العجينه اللي فيها 300 غرام ديال الطحين، جوج معالق ديال الزبده ومعلقه جوج معالق ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده وابيض بيضه والملح والسكر والخماره بالماء، الماء يكون دافي وداك الكاس ديال الحليب. اذا كنقسموها على جوج. كنطلقوا الكويره الاولى، كنكونوا شحرنا الدجاج مع البصيله وشويه ديال المطرد والملح والابزار وواحد الرشيشه ديال اليازير في الزيت، وكنخلطوه مع دوك البطاطا المقطعين مكعبات اللي قلينا، وكنحطوا الحشو في العجين اللي طلقنا الاول. من بعد كندهنوا ليه الجوانب بشويه ديال الماء، وكنطلقوا العجين الثاني وكنديروه من الفوق. كندهنوا هذيك الفطيره من الفوق بشويه ديال الابيض اصفر البيض مع شويه ديال الخل، وكنرشوا شويه ديال الزنجلان في الجوانب وشويه تاع الجبن المحكوك في الوسط باش كيعطي واحد المنظر زوين، وكندخلوها طيب في الفران اللي كيكون في مسخن تقريبا على 200 درجه. اييه الله عليك، يعطيك الصحه. والمستمعات يعني ربما حلفني لحد نشوف الصوره، يعني الله يعطيك الصحه. غادي نحرصوا ان شاء الله اننا نديروها يعني في مواقع التواصل ديالنا باش هكا المستمعات يشوفوا ان شاء الله، وحتى الشكل النهائي ديال هذه الاقتراحات لا بشرى. واخا ان شاء الله. ندوزو لاقتراح اخر تفضلي. ناخذ اقتراح ايضا، عندنا ميني تشيز كيك. اييه واخا. بالنسبه للمقادير عندنا 4 الباكيات ديال البسكوي، اي بسكوي موجود عندنا اللي كان. عندنا 3 المعالق ديال الزبده، وعندنا نص ساشي ديال لاكريم شونتيي البودره اللي كتباع، وعندنا علبه ديال الجبن، اي جبن كاين عندنا متوفر. عندنا كاس صغير ديال الحليب، وجوج معالق ديال الحامض، وجوج بيضات صغار، وعندنا دوك القويعطات اللي كنديرو فيهم المادلين الكب كيك، وعندنا كونفيتير ديال الفريز او لا كراميل اللي تزين. اذا بالنسبه للطريقه كناخذوا البسكوي وكنطحنوه وكنعاودو نخلطوه مع الزبده، وكنوضعوه في دوك القويعطات ديال المادلين كنديروهم في المول اللي كنديرو به الكب كيك اللي كيدخل الفران، وكنديروا فيه دوك القويعطات ديالنا، وكنديروا فيهم شويه من داك البسكويت مخلط مع الزبده، وكنضغطوا عليهم بواحد الكاس حتى كيشدوا مزيان. من بعد كنطربوا داك النص ديال العلبه ديال لاكريم شونتيي في واحد كاس صغير ديال الحليب يكون بارد مزيان، وكنزيدوا عليها الجبن وكنطربوا. من بعد كنزيدوا عليه البيض، وكنزيدوا عليه المعالق ديال الحامض، جوج معالق ديال الحامض. كنكبوا هذاك الخليط بشويه فوق هذوك البسكوي اللي حطينا في الاول، وكندخلوها للفران سخن على 150 درجه تقريبا غير واحد 10 دقائق وتنخرجوها. ملي تنخرجوها كنخليوها تتبرد واحد شويه، نعطيوها واحد الوقت باش كتشد راسها، وكنزينوها بالكونفيتير ديال الفريز او لا بالكراميل او لا بالشوكولاته، المهم اللي متوفر عندنا. اييه يعطيك الصحه، طريقة سهلة. نعم طريقة سهلة، الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. وكيجيو حتى في المنظر زوين. أيه والفكرة فعلا زوينة. أيه. اقتراح آخر. واخا عطينا شي اقتراح. عندنا واحد الشهدة بالكفتة، هي مختلفة شوية في الطريقة، في المنظر أيه. كتجي مختلفة شي شوية. إذا بالنسبة للمقادير عندنا 500 غرام ديال الطحين، معلقة ديال الخميرة، جوج معلقة ديال الزيت، أبيض بيضة الصفر كنخليو دائما للدهن، معلقة ديال الزبدة والملح ومعلقه ديال السكر وثلاث معالق ديال ليغورت الطبيعي، داكشي اللي بقى كنخلطوه مع البيضه باش كندهنوا. بالنسبه للحشو كناخذ 400 غرام ديال الكفته، الكفته ممكن اللي موجود ديال الدجاج ديال اللحم اولا ديال لادنت اللي متوفر. كنشرملوها بالكزبر والمعدنوس مقطعين، وكنديروا معاها واحد الخيزو اللي كيكون محكوك، وحده كتكون محكوكه وكنعصروها من الماء ديالها، وواحد القاعه خضراء الكورجيت اللي كتكون محكوكه ومعصره من الماء ديالها، وبصله مقطعه وشويه الابزار وشي وريقات ديال النعناع تيكونوا مقطعين مزيان، شويه الملح وشويه الزيت، شويه ديال التحميره وكزبر حبوب، وراس تاع المعلقه ديال القرفه وشويه ديال الزعتر. بالنسبه للدهن كناخذوا الياغورت الطبيعي اللي بقى مع داك الصفر بيضه.
اذا بالنسبه للعجين كنعجنوا هذوك العناصر كامله اللي هي الطحين والخميره والزيت وابيض بيضه ومعلقه الزبده والملح والسكر والياغورت الطبيعي، كنكملوا العجين بالماء دافي وكنخليوها واحد شويه ديال تترتاح، ثم كنقسموا العجين لكويرات صغيره بحال ما غادي نديروا القرص. ملي كنشرملوا الكفته بالقزبور والمعدنوس وكنزيدوا معها خز ومحكوك والكورجيت المحكوك والبصله مقطعه والنعناع والابزار والملح والزيت والتشميره وقزبور حبوب وشويه ديال القرفه والزعتر، كنشكلوها كويرات بالعدد ديال الكويرات العجينه اللي قسمنا. كناخذوا هذوك الكويرات ديال العجين كنطلقوها وكنديروا فيها الكفته على شكل كويره ماشي على شكل خليط هكا كيما والفين. وكنلفوا داك العجين على ديك الكويره ديال الكفته وكنحطوها في واحد المول اللي كيدخل للفران او لطاوة وكان كيكون مدهون، وكنحطوها كنحطوا وحده حدا وحده يكونوا متباعدين غير واحد شويه ماشي بزاف غير باش نخليو لهم واحد شويه ديال المساحه فين يخمروا صافي. وكيبقاو كيخمروا واحد ربع ساعه، كندهنوهم شويه ديال الياغورت الطبيعي والصفر البيض، كيبقاو واحد ربع ساعه وكنخبزوهم في الفران ديال كيكون مسخن على 200 درجه. اذا ممكن في التزيين نرشوا جنجلان او لا نرشوا جبن محكوك اللي متوفر عندنا في المنزل او لا الباهو او لا اللي موجود. اذا كيجي واحد المنظر زوين فعلا وحتى المذاق كيجي مختلف. ايوا معمر الله يعطيك الصحه. الله يبارك بارك الله عليك. لا بشرى الله يبارك فيك. كنشكرك بزاف على تواصلك معنا وعلى المشاركه ديالك بهذه الوصفات الخفيفه الظريفه الاقتصاديه والمميزه في نفس الوقت، وانا عارفه ظروف العمل ديالك يعني حاولتي انك تقادي الامور باش انك تواصلي معنا وخاصه مع عيد المراه، فشكرا لك بزاف لاله بشرى. حنا محتفلين بعيد المراه اليوم ياك مزيان الجميع. وفرصه لاله بشرى، انا عارفه كنتي تبارك الله من الحدقات المغربيات هادشي ما فيش شك ما شاء الله، وانت يعني ما غادي لا غادي